السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة معلومة مع أم تسنيم. الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة بيبتدي من كفر الشيخ. كفر الشيخ اتفاجئوا مركز الشرطة هناك إن في زوج داخل بيقول أنا عايز أعمل لمراتي قضية زنا لأن هي بتخوني. طب أنت إيش عرفك يا عم إن هي بتخونك، ولا إيه إثباتاتك، ولا إيه الأدلة بتاعتك؟ ما مش أي واحد هيخش المركز ويقول أنا عايز أعمل قضية لمراتي إن هي قضية زنا وهيوافقوا كده. ده قضية يا جماعة مش سهلة. راح قال لهم انا عندي كل الادله ومعايا كل الادله، انا معايا فلاشه فيها كل حاجه، فيها صور وفيها فيديوهات واكتر من 8 او 7 فيديوهات ليها وصور عاريه تماما يا جماعه على الفلاشه اللي معاه. طب ايه القصه او ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه هو قاعد يحكي ان هو زوج وكان ليه صاحبه الانتيم محامي، صاحبه يعني كان ممسكه كل القواضي بتاعته، ممسكه شغله، صاحبه الانتيم بتاعه. فبيقول لك ان هو اتفاجئ ان هو كان عليه قضيه، فصاحبه ده كان متعود ان هو على طول بيطلعه من القواضي زي الشعره من العجينه، يعني ممكن ماضي على وصل امانه، مش عارف شيك ومعهوش يصرفه فبيطلعه منه حاجات كده يعني. ففي القضيه دي هو ما خرجوش وسابه يتحبس حتى ما راحش ترافع، فاتحبس له كام شهر وخرج من الايه من الحبس. اتفاجئ بواحد صاحبه قاعد على القهوه بيقول له يا عم والله انا زعلان على اللي انت فيه. بيقول له ايه اللي انا فيه عشان اتحبست يعني؟ قال له لا يا عم، عشان صاحبك حبسك عشان يروق له الجو مع مراتك. طب ايه القصه؟ الواد حكى له بقى بيقول له ان زوجته دي يا جماعه والمحامي الاتنين اتفقوا عليه ان هم يدخلوه الحبس عشان الدنيا تروق ايه للزوجه وللمحامي ده. فالزوج ده كان بيخون كمان اللي هي المحامي اللي هو ماشي معاه ده، كان بيخون كمان الست اللي هي ماشيه معاه، وكان بيصورها ويعمل لها فيديوهات وصور وينزلها على موقع السوشيال ميديا عشان ياخد فلوس، تخيلوا. فالست دي يا جماعه كانت بتخون جوزها مع المحامي زي ما قلت لكم. فهو عرف من صاحبه، وصاحبه قال له ده انت مراتك مفضوحه على موقع السوشيال ميديا، ده ليها بدل الفيديو كذا فيديو، ده ليها بدل الصوره كذا صوره، خش وانت تعرف. وفعلا دخل لقى مراته على موقع السوشيال ميديا، طبعا هي ما تعرفش، واللي بيصورها وينزل لها من وراها. شفتوا يعني خان صاحبه وخان اللي هي ايه بتخون جوزها معاه. شفتوا يا جماعه والله العظيم حاجه، الشيطان يقول له انت استاذ. فدخل وجاب الصور من على موقع السوشيال ميديا والفيديوهات بتاعه زوجته وحطها على فلاشه وراح فعلا عشان يحرر محضر ضد الزوجه. وطبعا لازم يكون معاه ادله، بالذات المحضر بتاع الزنا ده او عزان الله يعني، لازم يكون معاك ادله النيابه تشوفها يعني عشان يحرروا المحضر بتاع الزنا. وفعلا طلع ان الزوجه يا جماعه كانت ما تعرفش ان هي بتتصور، وان المحامي ده كان بيصور زوجته وهي معاه في العلاقه يعني، وينزل الفيديوهات على موقع السوشيال ميديا عشان يتربح من خلال المواقع دي. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا الخيانه منين؟ يعني كله بيخون في كله، شفتوا كده؟ طبعا انا قلت ان هو محامي، طبعا انا ما بعممش عشان بس الناس اللي بتزعل، دي بتبقى حالات كده يا جماعه فرديه زي ما قلت لكم. يا جماعه والله العظيم الستات اللي بتضحك عليها باسم الحب وبحبك وسيبي جوزك وهتجوزك ومش عارف الكلام ده، ما فيش راجل بياخد واحده غلط معاها او عمل معاها حاجه، ليه؟ خلاص ما بيبقاش فيه حاجه ما عملهاش عشان يتجوزها عشان يعملها، انتوا فاهمين؟ يعني هيتجوزها ليه؟ ما خلاص. انا مستنيه رايكم في التعليقات على الفيديو ده.